ديالك في هاد التطور اللي كيتكرم مجموعة من النساء اللي عطاو بزاف للفن المغربي. داكور، فرحانة جدا بتواجدي في هذا التكريم اللي رائع جدا، لأن شوف مهم جدا للفنان أنه من بعد واحد العمر ومن بعد واحد العمر فني كنتكلم يتفكروك بواحد التكريم اللي يكون كبير بهذه القيمة هذه. فكنشوف نغم ما شاء الله دائما كدير حويجات اللي متقنة، واللي كيف ما كنقولوا احنا بالعامية ديالنا حفلة كتشبع العين والأذن، يعني حفلة ما شاء الله جميلة جدا. حتى الفرقة الموسيقية اللي جاونا من تونس، جاونا من فرنسا، جاونا من إسبانيا، يعني مبدعين جدا، وإن شاء الله نكون عند حسن الظن ولا لا يحشمنا. شنو الجديد ديالنا؟ الجديد كاينين جوج الأغاني، كاين أغنية مغربية وكاين أغنية خليجية، وإن شاء الله نتكلم على لي ديتاي أكثر فاش نكون في المراحل الأخيرة من الإصدار. الأمومة طبعا ما يمكن لها إلا تكون واحد لا ماجي في حياة كل أم. الأمومة كتخليك تفرح أكثر بحياتك وبدنيتك، لأن عندك واحد الحاجة اللي مهمة، واحد العطاء اللي عطيتي في الحياة اللي مهم جدا وكبير، وإن شاء الله يا ربي يكبر غالي ونشوفوها كبير. وبغيت زعما من دابا كنتخيل كيفاش غادي، زعما واخا نبقى نشرح حتى لغدا صعيب نشرح. إلا غالي يدير الفن واش تخليه يدير الفن؟ إلا غالي كان فنان نخليه يدير الفن، يعني ماشي غير شوية ونتقاتل معاه بالواسطة. كنت عرفنا أنه الأب ديالك من المجال الفني وانت دابا المجال الفني، يعني لا وانا بابا خلاني ندخل المجال الفني حيت عرف عندي ما نقول. كذلك غنشوف غالي عنده ما يقول نخليه يدخل المجال الفني، ولكن غنكون حريصة أنه ما يغلطش أغلط مثلا اللي ما يدخلش في متاهات الفن كفن. كيفاش كيتواصل معك الجمهور ديالك المحبين؟ كيفاش كتواصلي مع الجمهور ديالك المحبين؟ أنا الصراحة مقلة جدا في مواقع التواصل الاجتماعي. مرة كنحط هكذا غير شي حاجه جديده من البرنامج ديالي او لا صوره باش ما ينساونيش الناس، ولكن كسوله جدا في داكشي ديال مواقع التواصل الاجتماعي. كيدير رابط مع الحباب؟ مع الحباله. كيدير رابط مع الحباب؟ الحباب ماشي ميسيون، مي رباب كيديرها مع الحباب. اوكي. رباب كتموت على الحباب، رباب كتموت على الناس، الدار عامره، داكشي علاش درت برنامج فيه حباب رباب اللي هما فنانين كنستضيفهم. كنقدموا فن جميل، كنقدموا اطباق اللي غير كنتعاونوا فيها، ماشي انا شيف ولا شي حاجه، بحالجو عندك الناس ونتي انت وياهم كطيب شويه وكتهضر شويه وكتغني شويه. دونك برنامج سبونتاني، بحال مثلا الى استضفت الفنانين في داري غادي يكون نفس الشيء. رساله المراه المغربيه بخصوص الامنيه والعالميه لعنف ضد المراه؟ رسالتي المرأة المغربية بمناسبة اليوم العالمي للعنف ضد المرأة، كنقول باللي المرأة ما شاء الله اليوم ولات واعية بحقوقها، واعية ب بشنو خاصها دير وشنو ما خاصهاش دير، كذلك واجباتها وحقوقها طبعا. فكنشوف بلي العنف ما بقاش كيف ما كان زمان، الناس ولاو شويه واعيين، لي جون ولاو كيعرفوا بحق لا فام، فالحمد لله هادشي غادي في تطور، ونتمنى السنوات الجايه يكون اكثر يعني محبه واكثر تفاهم وحويجات زوينين. انتي مقلة في موقع التواصل الاجتماعي، واش انتي ضد نشر الحياة الشخصية ديالك في مواقع التواصل الاجتماعي بحال اللي كنشوفوا دابا بزاف ديال المشاهير في مجالات متعددة في الفن في اي مجال؟ انا ضد ان الانسان يشارك حياته الخاصه مع ناس اللي انا كنشوف باللي المشكل الكبير ان هذا الشيء ولا كيخلق حتى عند الجمهور واحد لا كيوريوزيتي، واحد الفضول باش ولاو كيدخلوا في كل شيء مثلا. فعلاش خلي الجمهور، خلي ليه فنك، خلي ليه حويجات اللي تعنيه، خلي ليه الحويجات الزوينين، ما تدخلوش في مشاكل، في معيار، في مسبه، في المعنى، في المعاني، وفي داك الشيء. فكنشوف ان الفن ارخى من ذلك. رسالتك الاخيره
سؤال اخر قبل الرساله الاخيره، شنو العلاقه ديالك كيفاش كانت مع الفنانه احلام دروز، واش باقي على تواصل معها؟ الفنانة أحلام أنا كنت كنحماق عليها كفنانة، دابا وليت كنحماق عليها كفنانة وكشخص، لأن واحد طيبة القلب زعما ما شاء الله كبيرة، واحد المحنة. أنا حتى أنا كنت حاملة وما كان حدايا حتى واحد من عائلتي أنا والله. كيفاش كنت قريبة منك وكنت كتساندك، كان داك الحضن ديالها فاش كتجي مرة في لاسمين في لي لايف كيكون بمثابة حضن ديال العائلة كاملة اللي كنت مخليها بينو بينا بحور وبينو بينا تلال وهضاب يعني فكانت حنينة، كانت حنينة معي وكانت فاهمة بأنني كنمر بواحد الظروف صعيبة، خاصة أن أنت راك مشارك ما عندك حتى شي حاجة إضافية، واخا كنت حاملة ما كانش عندي مثلا شي حصانة أو لا يسبقوني أنا الأولى ونمشي نرتاح، لا ما كانش هذاكش، واقفة طالون كنت كنلبس واحد البانطوفه دائما داك ديال لوتيل، ديما خاشيه في الساك ما كندورها وخاشيه في الساك، كنحس براسي عييت كنلبسها وكنجري بحالي بحال الناس اخرين وغادا. فحتى الناس اللي كانوا معايا في ذا فويس المشاركين كانوا كيقولوا لي انت كتقوينا اكثر باش نزيدوا القدام، لان شوف مشينا لواحد الهدف ما يمكنش لينا الا ونوصلوا ليه. كلمة اخيرة للجمهور ديالك، كلمة أخيرة إن شاء الله ما تكونش كلمة أخيرة، دائما كنقول إن شاء الله يا ربي الناس دائما يشوفونا عند حسن الظن والهلا يحشمنا، وإن شاء الله يا ربي السنة اللي جاية وهذا الشيء اللي جاي اللي باقي ما عارفين وش هو يكون غير خير ويكون غير تفاؤل يا ربي. وشكرا لكم على حضوركم اليوم، وشكرا لكم لأنكم كدعموا الفن، وشكرا لكم على المثابرة ديالكم والاجتهاد.